يا مسوي الكيف فدل له قبل لا تذاق اول فناجيلها يعطى لشرابها اول فناجيلها لدهم لازم يساق وثاني فناجيلها عنده يا صبابها يا مسوي الكيف بدلها قبل لا تذاق اول فناجيلها يا طال شرابها اول فناجيلها لدهم لازم يساق ثاني فناجيلها عنده يا صبابها لان اهلي يا جيتنا الهجة ثمنا الحقق دايم فناجيلنا امدح تقوابها رجل المهمات لا من جات مضياق نطاق له سمعة عند ربع تطلق اشرابها الشارة يجيبها في ساعة الانطلاق يحفظني اشينها ويبين مغرابها رجل علي البلازم وعلي الطلاق ان المراجل توشحها بجلبها شفق على خدمة اخوياه واولابها كنه على خدمة الخوه يجه اشتياق والاموال يسوقها ما يحسب حسابها بسم الله بيت اليوم وقت الحرب والانشقاق على المعادن بين الناس يتعابها سبعان يوم الفتن والشر والانشقاق قبيلة ما يضام اللي تذرابها في واسم معفن سخيفة دقاق رضانها الناس ما تقدر تهنابها اسبوع من قوة هيبتها تراها النيات تراوه ومنها ما شخص يرعابها يوم امدحه مدحتي له ما وراها نفاق لكن علي الحرام انها على بابها والهرج لندار في المجلس رجال السياق في الحاجة اللي توازنها فزعها اللي يسويها تسلابها يفوح راس صدر لانه مع الربع ماك مثله وشرواه فضيق انت عزوابها مثله وشرواه فضيق انت عزوابها يمسوي الكيف بدله قبل لا تذاق اول فناجيلها يا طال شرابها اول فناجيلها لدهم لازم يساق ثاني فناجيلها من الحقق دايم فناجيل الامدح تقهوابها رجل المهمات لا من جات الاضياق نطاق له سمعة عند ربع تطلق اشرابها الشارة يجيبها في ساعة الانطلاق يحفظني اشينها ويبين مضرابها رجل علي البلازم وعلي الطلاق ان المراجل توشحها بجلبها شفق على خدمة اخوياه واولابها كنه على خدمة الخوه يجه اشتياق والاموال يسوقها ما يحسب حسابها من لابت اليوم وقت الحرب والانشقاق على المعادن بين الناس يدعابها سبعان يوم الفتن والشر والانشقاق قبيلة ما يضام اللي تذرابها في واسم معفن سخيفة دقاق رضانها الناس ما تقدر تهنابها اسبوع من قوة هيبتها تراها النيات تراوه ومنه ما شخص يرعابها يوم امدحه مدحتي له ما وراها نفاق لكن علي الحرام انها على بابها والهرج لندار في المجلس رجال السياق في الحاجة اللي توازنها فزعها اللي يسويها تسلابها يفوح راس صدر لانه مع الربع ماك مثله وشرواه فضيق انت عزوابها مثله وشرواه
شروان.